يمثل الاحتفال بيوم الشباب البحريني محطة هامة لتسليط الضوء على كافة الإنجازات التي حققها القطاع الشبابي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وفي ظل توجيهات جلالة الملك المعظم السديدة لتمكين الشباب وتفعيل أدوارهم في رفعة الوطن، أخذ الشباب البحريني زمام المبادرة وأصبح له بصمة في مختلف المحافل، بل وأصبح قادرا على المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة بمختلف مجالاتها. مكانة رفيعة ومتميزة يحتلها شباب البحرين على ساحة العمل الوطني، فما يقدمونه من إسهامات وإنجازات متواصلة ساهمت في الدفع بعجلة التنمية الشاملة للمملكة. احتضان واهتمام مملكة البحرين في دعمها للشباب في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعملية، وكما نرى أن الشباب قادرين على الإبداع في شتى المجالات، كما رأينا مؤخرا في جائحة كورونا كان لديهم بصمة كبيرة في جميع النقاط وجميع المبادرات التي أطلقت في أنحاء مملكة البحرين. فالشباب البحريني إذا حصل هذه المجال وهذه الفرصة راح يثبت نفسه أكيد، وراح يساهم في تطوير القطاعات اللي هو موجود فيها حسب تخصصاتهم. في هاي الجانب أنا أحب أشيد وأذكر بأن حكومة البحرين وخصوصا سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدعم الأول للشباب والقطاع الشبابي في مملكة البحرين عبر العديد من المبادرات الشبابية، كونه هو الملهم الأول للشباب البحريني. مملكة البحرين وبكل ما تقدمه من دعم كبير للشباب قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال تمكين الشباب وترسيخ أدوارهم في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة أمامهم للابتكار والإبداع في مختلف المجالات. طبعا الشباب البحريني مبدع في شتى المجالات، وين ما نلتفت راح نشوف شباب بحرينيين يحاولون يرفعون اسم مملكتنا في شتى المجالات. وبهذه المناسبة حبيت أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على إيمانهم بالطاقات الشبابية وإعطاء الشباب فرص للتطوير والتدريب والمساهمة بالعديد من المبادرات. اليوم الشباب البحريني ولله الحمد قمنا نسمع بكل إنجازاتهم في كل مكان في العالم وفي شتى أنواع المجالات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي وسواء على الصعيد العلمي أو العملي أو الرياضي. اليوم الشباب البحريني ساهم في الارتقاء بالوصول إلى مملكة البحرين إلى التصنيفات العالمية. شباب البحرين يعد نموذجا مشرفا يحتذى به في مختلف المحافل، خصوصا وإنه يتمتع بقدرات عالية ومتميزة ترجمتها أفكاره المتنوعة وتجاربه المبتكرة، فأصبح ملهما لمختلف شباب العالم بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه مملكة البحرين لشبابها. يلعب الشباب البحريني دورا مهما في التنمية بمختلف مجالاتها، خصوصا وإن مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا للشباب من خلال المبادرات المختلفة التي تطلقها مختلف الجهات، والتي مكنت الشباب من المساهمة وبشكل فاعل في عملية التنمية الشاملة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.